بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية اختر قرينك تطبيقا على درس إماطة الأذى عن الطريق صدقة. المثال هنا استخدام إن لتأكيد معنى الجمل بمحاكاة المثال. المثال الأول: إن إزالة الأذى عن الطريق عمل نبيل. عمل هنا سنستخدم إن، موضوع بسيط خالص، بس الاثنان الأسرعان لهما جائزة. أول اثنان فقط، يلا ابدأ. كل اثنين معا، كل اثنين يا براء معا، لا تحل الحالة. كل صديقين معا، كل صديقين معا، كل صديقين معا. هتان وكرم، يا هتان مع صديقك، مع صديقك، مع صديقك كرم. من مع عبد العزيز؟ من مع عبد العزيز؟ لا تأتي. خلصنا قبل. لا انا. طيب انتوا الاثنين هشوف هشوف. إن إن طيب اشوف الثاني. خلاص خلاص. خلاص. الاثنان معا، الاثنان معا، الاثنان معا. كل الصديقين يقفان. ها؟ خذ كتابكم. خذها. فراج وسلطان. خذها جائزة. إن ها تمام. خذ خذ. أين الهمزة؟ لأنك لم تحل مع زميلك ليس لك جائزة يا عبد الملك. لم تحل مع زميلك. من صديقك؟ هتان. أشوف هتان. تفضل تفضل. نعم ماشي ماشي. إلا تفضل. استراتيجية اختر قرينك هذه المرة كانت سهلة، ليس فيها شيء. ما زال عبد العزيز وفهد يا حلان. هيا يا عبد العزيز أنت وفهد، تعالوا تعالوا. الهمزة كده، الهمزة كده وترجع لورا، كده وترجع لورا. بس زي الاثنين وتطلع لقدام وترجع لورا، زي الاثنين تطلع لقدام وترجع لورا. خلاص تفضل خذها. يلا عبد العزيز تعال يا فهد. الهمزه زي عبد العزيز. هاي عبد العزيز. الهمزه اثنين وترجع لورا، اثنين وترجع لورا. خلاص خذ يا عبد العزيز جاي. ممتازة فهد، تفضل. وفي الختام أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.